تفضل اخ ابو جوزيف. الو مرحبا. اهلا وسهلا. لك ولضيوفك احب بس اسال سؤال الى الشيخ اذا ممكن. نعم. بالنسبه للشيخ اريد اساله سؤال، وهذا السؤال ما بي موضوع يخص بولس ابدا، فليت لا يتطرق الى بولس لان ما له علاقه بولس بالموضوع. سؤال من القرآن نفسه. نعم. يقول السؤال انه اني سلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، يعني معناته قدهم المسيح مات اوكي ويبعث حيا، هاي احنا عندنا موجودة. ونفس الكلام ايضا يقول اني متوفيك ورافعك، يعني انه ايضا مات وانه ايضا هو رفعه. فاذا يعني بالقرآن موجود انه المسيح مات، فاريد يفسر لي شنو معنى كلمة المسيح مات وبولس ما له علاقة بالموضوع، الكلام هو من القرآن فقط. شكرا. تفضل شيخ. معلش يا ابو جوزيف، بس ما انا عايز ابين لك موضوع بولس ليه بس في الموضوع، انا مش لن اخوض في بولس، هجاوب على اسئلتك. انا بس بفرق بين دين المسيح والدين المحرف، ما هذه العقيدة الصلب جاء بها بولس، ما هو أنا السبب أنا أذكره. خلينا نرجع لسؤالك، أنت ذكرت والسلام علي يوم ولدت، هو ولد عليه السلام، ويوم أموت هو سينزل إلى الأرض مرة، ولم يمت، هو رفع إلى السماء جسدا وروحا. ولفظ الوفاء في اللغة العربية أي مستردك كاملة، لأن الذي يتوفى دائما ماذا يحدث في الوفاة؟ كلمة الموت، إن الروح بتصعد إلى السماء والجسد في الأرض. لا، استخدم رب العالمين في القرآن لفظ الوفاة على أن الله رفعه جسدا وروحا، ولكن أنامه قبلا فرفع. والسلام، أنا أجاوب عليك، السلام عليه يوم ولدت، هو ولد، هو لم يمت بعد، هو سينزل إلى الأرض مرة ثانية بعد خروج المسيح الدجال، وسيقيم شرائع الله في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير، وهو ليس فقط أنه حيجر وراء كل خنزير ويقتله، هذا فهم خاطئ للنصوص يا يونان. لا، معنى كده إيه؟ أن دين بولس المحرف هذا ليس بصحيح، ويكسر الصليب، هو حيجر وراء كل صليب ويكسره ويحرفه. لا، ليس هذا هو المعنى، أن معنى عقيدة الصلب عقيدة فاشلة أنا لم آتي بها، ويقيم شرع الله في الأرض ويتخلص من يأجوج ومأجوج بإذن الله تعالى بفضل الله، ثم يموت. إذن سلام عليه يوم يموت، نحن نؤمن أنه سيدفن ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، سلام عليه. ويوم يبعث حيا أي يوم القيامة، كلنا نبعث يوم القيامة. يحيى، قياس يحيى، آيات يحيى على يحيى، قتل، نحن لا ننكر هذا، ومات، وسلام عليه يوم يموت ويوم يبعث حيا. أما المسيح لم يقتل. لفظ الوفاة، أنا أجاوب على السؤال، لفظ الوفاة في اللغة العربية استرداد الشيء كله، إنك تسترد، استوفيت الشيء استرد كله. ومعلش يا يونان، يا جون، يا يحيى، الاستشهاد بفخر الرازي هذا كلام ليس له أساس من الصحة، هذا عالم له رأي إذا كان كلامه يعني موجود. وموضوع مميت كلام ابن عباس، هذا تدليس وكذب على ابن عباس، وأنا أتهمك بالكذب على ابن عباس.